Maman, elle est malise là. يعني فرحتي ما بعطيها لحدا، اني مثل كان عبيد بدبي غير وقت اللي عم بيمشي مشو، يعني شعوري كتير كتير، ايش كيف بدي اوصف لك ما بعرف، في ومالي مصدقه شايفته قدامي وعم يمشي وبيطلع بيفوت لحاله، اول باول حط اجريه وصار يمشي، وهو كان كتير فرحان انه عنده بوط ويلبس. الحرب كتير اثر علينا كتير، بصفت انه فقدنا بنتي، وثانيا احمد صار فيه هيك، انه بتروا اجريه من سبب الطياره. انحرق وجهه، ايديه، اجريه، يعني جسمه كلياته احمد مشوه. بدي يعني اقول لك احسن يعني تابعه انا يعني عالجه على حسابي مخرجي، يعني ما في يعني بالحال، وقت منجيب يعني بوط لاخوه محموده وهو ما منجيب له بيبرك، امي ليش هيك انا مالي اجرين؟ اي ولا يصير لي اجرين؟ مثلا البس بوط، اطلع، فوت. ضلينا 10 أيام يومياً يومياً بياخذوني ويجيبوني، يعني كان كتير هم علي إنه كيف بدي يروح كل نهار وإجي، وعمره يعني 4 سنين ونص، يعني صعب شيلانه. وقت فتت على المركز وصار يعالجوا بالمركز، الحمد لله كتير شوفوا عم بتحسن. يعني هو أحمد كتير الشوق عن وركبنا له أطراف، يعني أحمد ببدايته ما كان له إجرين يعني يحسن يمشي بالطفولة، عن ما ركبنا له طرف كان اول مشيته على الطرف، وشجعته انا قلت له بدي اشتري لك بوت لحتى تشجع انه يلبس الطرف. اجى لهان صار يحكي لابوه لحموده لاخوه انه صار لي اجرين انا مثلك يا حموده، احسن امشي والعب معك.